حين يشق نور المصباح كبد الظلام تظهر صور عالم الوجود، تظهر خفايا بني آدم جميلها وقبيحة. ولما يكون ذلك المصباح بشر، ولكن مو أي بشر، يجعل العالم كله يلتف حوله، ما بين قاتل يريد أن يطفئ نور ذلك المصباح وما بين عاشق ينجذب إليه. أستاذ علاء، اليوم منين راح نبدي؟ من المصباح. شوف أستاذ علي، لما خلق الله سبحانه وتعالى نور نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله واشتق منه أنوار باقي أصحاب الكساء، كتب اسم النور الخامس على ساق العرش، الحسين، مصباح هدى وسفينة نجاة. كانت الزهراء عليه السلام تقول عن حملها: كنت لا أحتاج في الليل الظلماء إلى مصباح. صحيح، الإمام الحسين عليه السلام كم كانت مدة إمامته؟ نقلتنا إلى آخر حياة الإمام الحسين عليه السلام، وهذا بعد استشهاد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. كانت مدة إمامته قرابة 11 عام، وكان في وقت يحكم العالم الإسلامي الطاغية معاوية بن أبي سفيان اللي نصب ابن يزيد وليا للعهد. شعر الإمام الحسين عليه السلام بخطورة يزيد على الدين وثار عليه. أستاذ علاء، معاوية كان فاسد وظالم، ليش الإمام عليه السلام ثار على يزيد ومو على معاوية؟ أولاً معاوية كان ماكر ويخدع عقول الناس ويحاول يظهر لهم على أنه هو الخليفة، أو نعم كان ظالم هو أساس الفتنة وفعل ما فعل وقتل من قتل، ولكن يزيد كان يجاهر بالفسق ويلاعب القردة ويصلب الناس وهو سكران وما يتورع عن أي منكر وبشكل علني، وهذا كان غير مألوف بالنسبة للناس. إذا الحاكم هيت الناس شلون تصير؟ بعد أن رفض الإمام الحسين عليه السلام بيعة يزيد وقال مثلي لا يبايع مثله، وصار أهل الكوفة من كبارها يبعثون رسائل إلى الإمام الحسين عليه السلام أن أقدم علينا فليس لنا إمام غيرك، خرج إلى مكة مع أهله لأداء فريضة الحج، وأرسل سفيرة مسلم بن عقيل عليه السلام إلى الكوفة حتى يبدأ ثورته الإصلاحية، وترك رسالة إلى أخيه محمد بن الحنفية يقول فيها: إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليهما السلام. الإصلاح أقوى هدف في ثورة الإمام الحسين عليه السلام. طبعاً لازم نلتفت، الأمر مهم جداً، أن الإمام الحسين سلام الله عليه ما خرج حتى يصلح نظام الدولة فقط، لا، وإنما في كل شيء أراد أن يصلح الأمة، من السياسة، الاقتصاد، التعامل بين الناس، حتى داخل الأسرة الواحدة. والدليل قال: أسير بسيرة جدي وأبي، وسيرتهم شاملة لكل الحياة. لذلك اللي يريد يكون حسيني حقيقي واجب يهتم بإصلاح حياته أولاً. أستاذ علاء، شنو صفات الخادم الحسيني الحقيقي؟ شوف أستاذ علي، الأمثلة كثيرة، وواجب يفهم اللي يريد يكون خادم حقيقي، لأن هاي الكلمة أبداً مو سهلة وبسيطة. اللي يريد يكون خادم حقيقي للإمام واجب أولاً يطبق تعاليم الإمام حتى يقبل الإمام خادم، لأن الإمام مو بحاجة خادم مثلاً أخلاقه سيئة. ليش الإمام خرج بسرعة من مكة حتى ما أكمل الحج؟ إيه طبعاً، لأن كان في مكة محاولات كثيرة لاغتيال الإمام، فما أراد أنه تنتهك حرمة بيت الله الحرام بسفك دمه، وشاء الله أن يراه قتيلاً، فانعطف القدر به إلى كربلاء هناك، حيث أراد أن يرى الناس أن رضا الله تعالى هو الأهم. أو نقطة مهمة، أنه رضا الله مو مجرد كلام، كان يقول: اللهم خذ حتى ترضى. كل هاي القصص والابتلاءات والأحداث مع الإمام وأصحابه، لا تظن أنك ما راح تمتحن بها بيوم من الأيام، فاختار لنفسك الطريق الصحيح. بعدها قتل الإمام وحيداً غريباً عطشاناً وهو ينادي: هل من ناصر ينصرني؟ وقال: فوالذي نفس الحسين بيده، لا يسمع اليوم واعيتنا أحد، فلا يعيننا إلا كبه الله لوجهه في جهنم. أستاذ علاء، خوفتني، يعني أنا أعتبر سمعت نداء الإمام؟ نداء الإمام الحسين عليه السلام اليوم نداء ولد المهدي عليه السلام، يريد أنصار، فلا تخذ الإمام زمانك مثل ما خذ له جده.